السلام عليكم الخوش، راه مباشرة من السوق ليال الثلاث ولاد فارس الخوش، اقليم 16 بتاريخ 11/10/2022. ما تنساوش لي لايك ديالكم، بارطاجيو هذا الفيديو وتبعوا معنا الفيديو حتى الاخر. تحياتي لكم الخوت داخل الارض الوطن وخارج الارض الوطن. سي بلقاسم، كي داير اخويا؟ كلشي مزيان ولا مليح اخويا؟ المليح تبارك الله. ما شحال عاطينك هنا بلقاسم؟ شحال عطاوك بلقاسم؟ 65 اللي كطلب فيه. ما عرفتش اش داير في السن اخويا. اسنان الحليب كاليتي تبارك الله. 65 اللي كيقول هو تبارك الله. كي داير هو بلقاسم؟ كي داير السوق اليوم اخويا؟ مزيان هي راه كتبان لك السلعه شويه قليله. لا والله يسخر لك السي بلقاسم. هذا راه 65 اللي كيطلب فيه. هو تبعوا معنا الفيديو حتى الاخر وما تنساوش ابوني وتبارك الله عليكم الخوش. الله يسخر الامور. السلام عليكم خويا، كي داير اخويا؟ بخير الله يحفظك اخويا. كاين اللي مليح خيرات تبارك الله. ما شحال عاطينك في هذا الخير اخويا؟ 70,000 3500 درهم. ما عرفتش اش داير في السن اخويا. اسنان الحليب تبارك الله. المرقد منين اخويا؟ من هنايا، من ولاد عثمان. هو مشرفين اخويا، مشرفين. 3500 درهم تبارك الله. قلتي باقي اسنان الحليب هذا الخير اخويا. كي داير السوق اليوم اخويا؟ حق عليه كثر. هي شويه الثمن بان لي تراجع شويه، وكتبان لي السلعه شويه راه قليله، ما كاينش مليح. المليح شويه قليل. والله يسخر لك اخويا، الله يجيب لك التيسير. راه 3500 درهم تبارك الله. او تحيه للمشاهدين، جيمو بارطاج. وكنشكروك، الله يحفظك اخويا وسي الله يسهل عليك. تحياتي لك اخويا. ايوا انتما الخوت راه 3500 درهم، وقال لك راه السوق راه شويه راه يجيب اكثر ماشي تمنه. وبالنسبه للسوق ديال ثلاث ولاد فارس راه ما كيدخلش ليه البراني، ما كيدخلش ليه الناس من بعيد. الحريفيه انا بيناتهم وداك الشيء. اييه وسي الله يسخر لك اخويا، الله يجيب لك التيسير. المختار، كي داير اخويا؟ بخير وخيرات اخويا. السلعه ديال الدراوش، السلعه سوا سوا. الله يرحم الوالدين. وشحال الثمن ديال الثلاثه اخويا؟ 97 و3 معطيه 300 درهم. حتى 300 ما بغيتيش. كي داير السوق اليوم اخويا المختار؟ الثمن كاين والبهايم قليله. الثمن كاين والبهايم قليله. الشاري شويه. هذه وري المشاهدين الله يرحم الوالدين. هذيك باريه ياكلها اي واحد نوريو. هذا الشيء اللي كاين الخوش، بغينا نوريو لكم. هذه قيصر تحيد. هذا الشيء اللي كاين الله يرحم الوالدين. هي الانسان الا بغى يشري الحولي يقلب من تم ومن. ايوا هذا الشيء اللي كاين اخويا المختار. ايوا الله يرحم الوالدين. راه ثلاثه ب 97,000 الخوت المشري ديالهم، معطيه 300 درهم. 6000 ريال. لا شغل معقول، راه كيعيش اخويا. خويا سي محمد كي داير اخويا؟ كلشي مزيان. تا هو مشروف فيه. سي الله يسخر ليكم اخويا، سي الله يسخر لك المختار. زينين تبارك الله. الله يرحم الوالدين، الله يرحم. وشوف خايبه ولا درعا ولا سرقيه ولا شجره. الغلم راه فيها الرز. الله يرحم الوالدين. هيا غينا. ايوا هادي راه هادو راه خرفان زينين. كل اي الله يرحم. وراه ضروري راه هي اللي دابا الناس ديال الباديه راه اكثريه دايرين الخروف. مختار سي الله يسخر لك اخويا، الله يجيب لك التيسير. صعب قادر كي داير اخويا؟ كلشي مزيان. وكتبان لي ما مدخلش ما شادش اللي قال مليح. على قد الوقت. الله يعطينا شي عام زين ان شاء الله. الله يرحم الوالدين، الله يرحم فينا، الله يرحم فينا. ما يكون الخير ان شاء الله، ما يكون الخير اخويا عبد القادر. ايوا الله يرحم فينا. مع شحال الثمن اخويا عبد القادر؟ ايضا 32,000. 1600 معطيه ولا معطيه؟ شحال انت قلت لهم الثمن ديال البيع؟ 35 باقي ما كايناش 35. كي داير السوق اليوم اخويا؟
كاين السيار كي داير السوق اللي ولينا ندير نحس الله يسخرك استاذ قادر كي داير هي كتب لي السلعه شويه قليله اليوم لا قليله السوق بحال بغى يزيد يزقى بغى شويه ينقص ايوا الله يرحم فينا الله يرحم فينا اخويا الله يرحم فينا الله يعطينا الشق الله يعطينا الشق الله يعطينا شعاع زين ان شاء الله ايوا الله يسخر لك اخويا عبد القادر الله يسخر ليكم اخويا الله يسخر ليك امين واقول المشاهدين ما ينساو الجيم ضروري الله يحفظك اخويا سي الله يسخر لك اخويا الله يحفظك اخويا وما شحال الثمن ديال هاد الخير اخويا 42 اللي عاطين 2100 درهم اللي عاطين ماشي زير في السنه اخويا اسنان الحليب تقريبا شحال تكون عاد الدواء من شهر اخويا 9 اشهر 10 ما بين 9 اشهر 10 اشهر وهذا الخير اخويا 1400 درهم بقات بيناتكم 100 درهم شي حاجه ديال الكسيب هذا جايبو ما من الدار هذا اخويا لا جايبو من الدار المرقد منين اخويا من هنايا من تونزه وتحياتي للناس ديال تونزه الله يحفظك اخويا الله يسخر لك الله يسخر لك راه ما كاينينش العشاقه العشاقه راه شو التمان اخويا اي والله يصوب الله يصوب اخويا الا العشاقه شويه قليل هنايا اي والله يسخر لك اخويا الله يجيب لك التيسير الله يجيب لك التيسير